التكميم المعياري ده، يمكن التكميم المعياري ده ان احنا نحط بوجي او التيوب اللي احنا بنقص تيوب عليها عشان زي نظبط الانبوبه كده. نظبط مقاس المعده. ما احنا ده اساسا ما ينفعش اعمل تكميم من غير ده، فيعني اللي هو معروف من التكميم بالضروره زي ما بيقولوا. يعني ليه حطينا الاسم ده؟ لجذب المريض ليس الا. كويس فالاسماء التجاريه الرنانه دي احنا عايزين ببدا افكر استخدمها بقى عشان خاطر كويس ننزل المرضى ناحيتنا. الاوميجا لوب بدل التحويل المصغر. اوميجا هي في لوب النهايه اسماء، ولكن احنا قلنا هي احنا قلنا الاسماء الانواع المعتمده. المعتمده. الانواع المعتمده. طب ايه الفرق ما بين التكميم والطي؟ يعني الفرق في ايه تحديدا؟ الفرق طريقة العمل واحدة، اللي هم من نوع تقييدي، ميزاتهم تقريبا واحدة وعيوبهم تقريبا واحدة، لكن في شوية فروقات كده. أولا ايه احنا في مصر عندنا جزء التكلفة ده جزء مهم جدا، كويس. ولما بتيجي تقعد تختار مع العيان نوع العملية والمستشفى اللي هنعمل فيها، وهنستخدم جهاز تسكين الألم بعد العملية ولا لأ، وهنستخدم، تقعد تفاصل مع العيان كده عشان خاطر توصل لتكلفة تناسب العيان. تمام. فالجزء المادي ده جزء مهم جدا. عشان كده ظهرت الطي في البلاد زي ايران مثلا. تاليبور ده عمل الطي كبديل اكثر امانا واقل تكلفه لتكميم المعده. تكميم المعده احنا بنستخدم دباسات جراحيه لقص المعده، هي بترمي 3 صفوف دبابيس في كل ناحيه وبتقص ما بينهم، بحيث ان الجزء المتبقي ده يبقى متدبس على 3 مراحل، فيكون الموضوع في امان وما تفتحش. لان واحده من المشاكل التسريب، هنيجي التسريب، ودي نايت مير او اللي بيسموه الكابوس للجراح والمريض، وده وارد الحدوث. ضعيف نسبه حدوثه لكن وارد الحدوث. فاحنا عشان يروح ناحيه حته مور سيف، قال احنا هنستخدم الغرز الجراحيه عشان خاطر نقلل حجم المعده، نوصل بحجم المعده لنفس الحجم اللي هو بعد التكميم، لكن من غير ما استخدم دباسات ولا اقص حاجه ولا اشيل اي حاجه خالص، وكله في مكانه. لكن انا دككت وكشكشت جدار المعده ودككته للداخل، بحيث ان انا قللت الحجم اللي شغال من، او المساحه، مساحه السطح اللي شغاله من المعده قللتها، ووصلت الحجم الانبوبه تقريبا زي التكميم ومن غير ما اقص حاجه. وتكلفه اقل. وتكلفة أقل، تكلفة لأن أنا ما بستخدمش دبابيس ولا دباسة، لكن بستخدم جهاز كي عشان خاطر أفصل أفصل الأوعية الدموية المغذية للمعدة. لكن ما استخدمتش الدباسات. الدباسات دي اللي هي أكتر تقريبا جزء في التكلفة. الجزء الكبير في جزء التكلفة، التكلفة. وإنه الجراح يختار دباسات مش جودتها كويسة، أعتقد إنه ده بيؤثر في سير الجراحة. حضرتك فعلا بتضرب في النقاط المهمة. يمكن دلوقتي ظهر في قصة التكميم قصة الأسعار بتنزل جدا. أيوة. فأنت لما بتنزل على رقم معين، أنت كجراح بتبدأ تقلق وتتساءل عملها إزاي؟ يعني وأنت قاعد كده عملها إزاي؟ ملهاش غير حل واحد. كويس. إحنا عندنا نوعين، شركتين كبار اللي هم الدباسات الأمريكي. دول شركتين كبار معروفين يعني. قبل ما نتكلم